السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أنا الكاتبة عائدة بن ميلود من ولاية الشلف، مواليد 1988، متحصلة على شهادة الماستر في علم النفس العيادي. اليوم أنا بجلسة كاتب وكتاب ضمن المنتدى المنظم من طرف المكتبة الولائية، المكتبة العمومية الرئيسية لولاية شلف، تظاهرات كاتب وكتاب من أجل تقديم إصداري صوت الغسق، الذي هو عبارة عن مجموعة شعرية. إصدار صوت الغسق عنونته بصوت الغسق، وهو يحاكي صوت الغسق، يحاكي الثلث الآخر من الليل. كان رمزت له بالصوت لأنه ذلك الوقت جد قيم، ويحتاج يعني الإنسان ليشحن طاقته الروحية وطاقته الفكرية والنفسية، يعني في ذلك الوقت. لهذا عنونته بصوت الغسق. جاء يعني يحمل موضوع واحد، وهو تنقلت من النصوص من الحث على الإقبال على ذلك الوقت، على قيمة ذلك الوقت لكل منا في حياتنا. هناك إصدار قريبا، هي عبارة عن رواية تصدر عن دار خيال للنشر والتوزيع، تحاكي مدينة، أنقل فيها تقاليد وعادات مدينة شلف، وتحاكي حقبة زمنية مضت في 1980. إن شاء الله تكون تنال يعني إعجاب القراء. جزيل شكري لمديرة المكتبة الأستاذة ليلى مرزوق، ولكل الطاقم، وإلى كل الحضور. أشكر كل الحضور على تلبية الدعوة، وشكرا على هذا الوقت وعلى الحوار الشيق الذي دار بيننا. فسعيدة جدا بهذه الجلسة وبهذا الفضاء.